سؤال تكرر مرارا حول الصلاة الجماعية على النبي صلى الله عليه وسلم التي ألزمت بها وزارة الأوقاف في بلد مشرقي، حيث يمسك الخطيب بالميكروفون ويقول بصوت جهوري إحدى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والناس يقولون معه بصوت جهوري أشبه بما يحدث في تكبيرات العيد. هل هذا العمل بدعة؟ هل هو من التعاون على البر والتقوى؟ هل الأمر فيه سعة؟ وإذا كان بدعة فهل ننكر على الناس في المساجد أم ماذا؟ الجواب عن هذا باختصار: لا شك في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يماري في ذلك أحد ولا أن يتمارى في ذلك الناس، لكن الكيفية المذكورة يقال فيها الأصل سنة والكيفية محدثة، وإذا ألزمت بها الوزارة الأئمة وموظفي المساجد التابعين لها فقد يعذرون لاعتبارات قانونية وإدارية وإجرائية، لكن قد لا يمتد هذا العذر ليشمل عموم المسلمين الذين لا يوجد ما يلزمهم بهذا، فيستطيعون أن يسروا فرادى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في طريق خروجهم ما دام قد ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم بحضرته. عندما صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، فيشرع لهم أن يصلوا نعم فرادى مسرين بالصلاة، فيتحقق الأصل السنة ونتجنب الزيادة المحدثة وهي الكيفية المحدثة. والله تعالى أعلى وأعلم.